أيها الإخوة المباركون، عود طيب كريم مبارك إلى روضة من رياض القرآن الكريم، نستمع خاشعين منصتين إلى تلاوة قرآنية عذبة يتلوها علينا فضيلة القارئ محمود أحمد زيد. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل القرآن الكريم شافعا لنا يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة متقين غير بعيد، هذا ما توعدون. هذا لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام، ادخلوها
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام.
ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة وما مسنا من لغوب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم
يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله.